الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بادئ ذي بدء، حياكم الله أخي طارق. هذا الدرس الأول بعد الإجازة، ومن محاسن التقدير الإلهي أن يكون لقاؤنا في ليلة العشر، بداية العشر، يعني بكرة هو الأول من ذي الحجة. فأسأل الله أن يجمعنا دائما في أفضل الأماكن وأبرك الأماكن وأبرك الأزمنة إن شاء الله تعالى. يا طارق الخير، اشتاق لك الناس أيضا، الله يرضى عليك ويثبتك إن شاء الله. لن أتحدث اليوم عن عشر ذي الحجة، لأننا نسمع في مثل هذا الوقت السادة العلماء والخطباء والوعاظ يتحدثون عن فضل عشر ذي الحجة، وسيبقى الحديث متصلا إلى يوم عرفة كذا، وفي كل سنة نسمع هذا الموضوع. اليوم حقيقة وأنا أرى بحورا متلاطمة من الفتن، شبهات وشهوات ومال وسلطة وخيانات، والصديق بتشوفه يتحول إلى عدو، والعالم ترى أنه لا كلام له، والجاهل، يعني فتن، يعني يصاب الإنسان أحيانا بنوع من الإحباط. كيف النجاة؟ النجاة بالقرآن وبكلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لكن سنشرح التفاصيل. في عندنا كتاب يا طارق، اللهم صل على سيدنا محمد. الشبهات والشهوات هما سلاح الشيطان، الذي أو هذا السلاح الذي من خلاله يستطيع أن يغرق كثيرا من الناس. واحد يغرق في المنصب، واحد يغرق في المال، واحد يغرق بالحب المدح والرياسة وكذا، واحد يغرق بأنه الإعجاب بالنفس. فهذه كلها أمور كثرت في دنيا الناس. كيف النجاة منها؟ تحتاج منها إلى يقظة. في أبيات شعر تنسب لأحد الصالحين بقطع النظر عن يعني صحة نسبتها، لكن أنا يعني أريد أن أخذ المعنى منها، المعنى عظيم وعالي يا طارق، وهو كيف لك أن تكون يقظا وأن تغتنم الفرص، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لكن بداية هذه الأبيات: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني المعنى أن الإنسان يغتنم هذه اللحظات ويغتنم أشياء كثيرة، لكن متى يغتنمها؟ في الوقت المناسب. أما إنسان حضر وقت الدراسة هو ما عم يدرس، حضر وقت الامتحان هو ما حضر، فيندم لأنه ضيع في وقت طلبت منه اليقظة. النجاة من خلال يا طارق القرآن، لكن اليوم حديثنا فقط عن القرآن. كيف ما هي أسباب النجاة من هذه الفتن التي تموج في دنيا الناس؟ كيف لنا أن ننجو منها؟ من خلال أربعة أمور. أولا توحيد الله عز وجل، كل واحد عليها دليل يا طارق. أول هذه الأسباب، أسباب النجاة الأربعة في القرآن الكريم، توحيد الله عز وجل. قال تعالى الدليل على كلمة النجاة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
التوحيد هو أساس 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 النجاة. يعني كل ما نراه من مشكلات في دنيا الناس يا طارق هي أعراض لمرض. يعني واحد مثلا عنده مشكلة في الأمعاء بيروح لعند الطبيب، يقول له المريض يقول للطبيب أنا والله عندي قشعريرة، يقول له هذا سببه الالتهاب في الأمعاء، يقول له أنا عندي حرارة عندي كذا، يقول له هذه كل ما يقول له عرض من الأعراض يقول له بسبب المرض بسبب المرض. فهذه الأعراض التي نراها في دنيا الناس من قضايا سلبية إنما هي أعراض لسبب أو لمرض واحد، وهو عدم توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله ليس فقط كلمة لا إله إلا الله، لا، بمعنى توحيد الله عز وجل أن يكون في قلبك يقين كامل ومتين بأن هذا الكون كله إنما هو بيد الله الواحد المتعال. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قد تعتمد أحيانا على صحبة ناصحة، على زوجة تحبها كذا، على صديق أنت تثق فيه، لكن تأتي الخسة أحيانا من هذا الذي اعتمدت عليه، حتى يريك الله عز وجل أن الإنسان مهما بلغ من شأنه ومهما بلغ من شأوه لابد أن تركن إلى الله عز وجل. يعني ما تتوكل عليه أو ما تثق فيه الثقة المطلقة، لأن القلوب بيد مين طارق؟ بيد الله عز وجل. فإذا الإنسان كان موحدا لله عز وجل توحيدا حقيقيا، مو شغلة يعني أن واحد يقول لا إله إلا الله لا إله، لا، المقصد يعني مثلا يعني أن يكون عندك استدعاء لهذا الإيمان بالله الواحد الأحد. شوف الآية القرآنية عجيبة، ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والله آية عجيبة. هل الآن الاكتئاب والقلق سببه شو؟ الناس ما عندها يعني، أو معظم الناس ما عندها ثقة أنه الأمور بتقدير الله. يعني أنا أفكر هذا CEO تبع ما بعرف شو بسموه، المدير التنفيذي، أنه عنده الترتيبات، هو بده يكتب الإيميل. طيب هذا أو غيره قلبه بإيد مين؟ إيد الله عز وجل. لو أراد الله أن يسلطه على الإنسان سلطه، لو أراد الله عز وجل أن يحبب هذا الإنسان إلى هذا، الله قادر. فلما واحد بيكون مع الله فعلا بنوع من التوحيد الخالص، في تعرف القصة البسيطة اللي تروى عن أحد البسطاء كان بيوقف في طلعة الشيخ حدين بالشام، يقول كله منه مسفق القصة كله منه يضحكوا عليه. ولما واحد انه يعني اراد ان يسخر منه في القصة اللي حكيناها، ما بعرف اذا بتتذكر اخي طارق ولا لا، انه واحد كان من البسطاء من كذا، انه كان دائما يقول كله منه، فيسخر منه من كلمة هي كله منه، يعني كل شيء بتقدير الله بعلم الله، ان كان عطاء تتلذذ به وكلنا ذاك الرجل منه، وإن كان منعا تتألم بسببه فهو منه سبحانه وتعالى. هذا المعنى. فلما يصير عندك هذا التوحيد ما بتزعل على شيء، ما بتخاف من شيء. عادة حجاج بيت الله الحرام في مثل هذه الأيام في عرفات، خطيب عرفة شو أكثر شيء يعني يكثر من الكلام؟ أقولهم التوحيد التوحيد التوحيد. طبعا هن عم يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هن عم يقولوا لا شريك لك لبيك. يعني أحيانا معنى التوحيد ما بيكون بالكلمة اللي هن عم يقولوها، لا شريك لك لبيك، هن عم يقولوا لبيك لا شريك لك لبيك، قولوا أنه التوحيد. التوحيد أنه أنا لما بدي يكون عندي ضعف أستدعي القوي، يكون عندي يعني قبض أستدعي الباسط، لما يكون عندي خوف استدعي المؤمن سبحانه وتعالى. بس هي استدعاء توفيق. هلا بتقول لي كيف اخي فارس، يعني انه اذا هو بيوفق طب ليش اصلا انا مكلف، ليش انا محاسب؟ لا، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. بين الله عز وجل طريق الجامع وبين الضفه الاخرى، فواحد هو باختياره بيخطط بده يروح على الفاكيشن، فاكيشن بسموها الاجازه، بده يروح على الاجازه تكون في طاعة الله ولا فيها شويتك أخي، يعني هو بيعرف الله ما جبره. فهنا التوفيق، إنه التوفيق من لطيف ما قرأت في هذا، التوفيق خلق قدرة في العبد تجذبه إلى طاعة الله، والخذلان عكسه والعياذ بالله.
خلق قدرة في العبد تجذبه إلى معصية الله، فالموفق هو اللي بحب طاعة الله عز وجل. طيب، فخلاصة التوحيد يا طارق ألا يعتمد الإنسان إلا على الله حالا ومقالا، حالا ومقالا. طيب، إذن أول سبب شو هو طارق؟ توحيد الله عز وجل، الدليل، دليل على النجاة. ويا قومي إلى النجاة، أنا بحب هاي إقراء كثير بالصلاة إذا بتتذكر، وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله، وكانت هذه نصيحة الرجل المؤمن من قومي فرعون. طيب، ثانيا يا طارق، من أسباب النجاة في القرآن الإخلاص. قال تعالى في سورة سيدنا يوسف: وكذلك ننجي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أنجاه الله في الدنيا والآخرة، إنه من عبادنا المخلصين. وفي سورة الدهر، نحن الآن ثاني سبب هو الإخلاص، في سورة الدهر: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كمل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يعني إمتى وقاهم؟ لما أطعموه لوجه الله، هكذا السياق: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. حتى كان بعض الصالحين يا طارق يدعو هذه الدعوة الجميلة: اللهم إن كان فينا بقية لغيرك فانزعها، اللهم إن كان فينا بقية لغيرك فانزعها. يعني شو يعني؟ يعني إنه نكون نحن مخلصين ومخلصين لله عز وجل، ما بدنا غيرك يا الله. الله الله. طيب، كيف لنا أن نفهم هذا المعنى؟ كيف أصل إلى هذا الإخلاص؟ في عندنا أربعة أمور لابد أن ننهيها في سلوكنا حتى نصل إلى مرتبة الإخلاص. أولا، الطمع فيما عند الناس، يعني حتى يعظمون الناس، وإنت 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 العالم وإنت الجليل وإنت كذا، فهو دائما يطمح ويطمع بمدح وثناء الناس. طيب، ثانيا، أن ينزع من نفسه محبة المدح والثناء حتى يصير المادح والقادح سواء. ثالثا، أن يتخلص من العجب بالنفس حتى لا يعجب لا بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ولا بعلمه ولا بهذه الأمور، حتى مما ورد في بعض الآثار: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصادقين. المذنبين وضعت عليهم فضلي فأنجيتهم، والصادقين وضعت عليهم عدلي فلو رفعته لهلكوا. يعني الله عز وجل هو وفقنا للصلاة. رابعا، إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الإخلاص يا طارق، أن يتخلص من الرياء في أعماله كلها. فمن أحسن صلاته أمام الناس وأساء صلاته أمام الله فقد استخف واحتقر نظر الله إليه. طيب، كم وحدة صاروا طارق من أسباب النجاة؟ طيب، ثالثا، الإيمان الصادق. يعني بدك النجاة إيمان، بس انتبه على هذا القيد شو حلو. قال الإيمان الصادق. ما معنى الإيمان الصادق؟ يعني في إيمان كثير، لا ممكن واحد يدعي الإيمان، لكن الإيمان الصادق هو المعيار الحقيقي للأعمال. الدليل قال الله تعالى يا طارق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالإيمان هو الضامن الحقيقي والصحيح والدقيق لمرضاة الله عز وجل. فلو كان الإنسان مثقفا ثقافة عالية لكنه بعيد وسادر عن الله عز وجل لن يصل إلى شيء. طيب،
ونحن حكينا في البداية طارق أنه الإيمان الحقيقي هو الذي يكون الإيمان المستدعى، يعني أنه أنا فعلا لما أقع في اختبار أستدعي إيماني بالله عز وجل، فيكون إيماني بالله عز وجل هو المعيار الدقيق. رابعا وأخيرا بالنسبة إلى النجاة، وهذه شوي هيك بدنا نحكي فيها باستفاضة، أن نقول الحق، قول الحق يكون سببا للنجاة. سأبدأ هذا الأمر أو هذه النقطة بحديث يا طارق ورد في القرآن الكريم آية، سأحكي قصة وأقرأ الآية. كان في قرية على البحر، يعني خلينا نقول مثل يعني في كتير قرى على البحر الآن، الإسكندرية على البحر صح؟ كل المدن الساحلية قرية من القرى كانت على البحر من قرى بني إسرائيل، وأخبرنا القرآن الكريم عن هذا، عن هذه القرية. الله حكى لنا القرآن الكريم عن هذه القرية فقال أن الله عز وجل اختبر هؤلاء وهذه القرية، اختبرهم بماذا؟ اختبرهم بأنه قال لهم لا يمكن أن تصيدوا السمك في يوم السبت. شو طارق؟ الله قال لهم ما تصيدوا السمك يوم السبت. شو بدهم يساووا؟ فالله عز وجل جعل السمك يتكاثر بل يتطاير في البحر يوم السبت، وهذا إشارة باعتبارنا عم نحكي عن النجاة إنه الحرام سهل، الحلال عزيز صعب. فشو قالوا؟ قال خلينا يعني نساوي، مو هو عم يطير السمك يتطاير، نساوي نوع، نحفر نوع من المجرى، لما بيطير هذا السمك يتطاير بينزل بهاي البحيرة، هن عم يحتالوا على الأساس، بنيجي يوم الأحد بناخده. في ناس لهلا يوم السبت ما بيشتغل إلا في بعض الأمور يعني. فالقرآن الكريم واضح ذكر لنا أنه الناس كانوا أمام هذه القرية ثلاث أنواع، ونحن منقيس أنه موجودين هلا بزماننا ولا لا. أول نوع قال شو دخلكم فيهم، هذول الله عز وجل يعني غضبان عليهم غضبان، ما دخلنا. بعضهم قال لا ما بجوز هذا النوع من التحايل، بعضهم قال لا نحن بدنا يعني نحاول نلاقي نوع من الحكم الشرعي. فذكر القرآن لنا آيات تتحدث عن هؤلاء، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. شو حيتانهم طارق؟ الحوت في اللغة يعني سمك صغير ولا كبير، يعني إن كان سمك كبير ولا صغير اسمه حوت في اللغة العربية. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، شو بدكم فيهم هذول الله غضبان عليهم، أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، هون الشاهد شوف يا طارق الآية هون هي العلاقة بموضوعنا، أنجينا عم نحكي عن النجاة في القرآن، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قالوا شو دخلوا شو دخلنا نحن، لا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولما مدح الله أمة سيدنا محمد شو قال؟ كنتم يعني أصبحتم، هي معناتها خير أمة أخرجت للناس، لما بدك أنت تقول الحق. طيب أنا الحق ممكن ما بقدر أقوله، واحد خايف على شغله وخايف على كذا، طيب يعني يصير نوع من العذاب، إنه يا رب أنت تعلم. فهون سيدنا محمد حل هذه الإشكالية صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. والعلماء لهم تفصيل طويل في بيده، عفوا إيده، هل هي السلطة التنفيذية المقصود الحاكم كذا، فمن لم يستطع فبلسانه. طب إمتى ومتى؟ وفي شروط ذكروها العلماء، فمن لم يستطع فبقلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، بمعنى أنه يكون عندك أقل شيء. نحن ذكرنا هؤلاء الثلاثة بقصة القرية تبع السبت،
لكن للأسف هلا في نوع رابع بزماننا انه بيصفق للباطل، يا ريت انه بيسكت ويقول انا ما دخلنا، معذرة الى ربكم لعلهم، لا لا لا، انه سكت ونجا، ولا انه مثلا اعترض، لا، في واحد والعياذ بالله هو يشجع على الباطل، يعني يرى خطأ بدل انه ما تستطيع ان تقول خايف كذا، هذا موضوع اخر. لكن كما يقول الشيخ شعراوي عليه سحائب الرحمة، إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تصفق للباطل. للأسف نرى أناسا يصفقون للباطل حتى اغتر كثير من الناس، فاعتقدوا عندما عرض الباطل اعتقدوا أن الحق، أن الباطل حق. هذه إشكالية، مهما عرض الباطل إن كان للباطل جولة فدولة الحق إلى قيام الساعة. يعني ممكن أنت تشوف يعلو الباطل بجولات كذا، لكن العاقبة لمين طارق؟ والعاقبة للمتقين. المؤمن عنده عقيدة، آخر سورة المطففين وأنت حافظة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا رأوه وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. تمام، الله عم يحكي لنا انه مسخروا على اهل الدين وعلى حلال وحرام. اخر الايه، اخر ايه سوره المطففين، يوم القيامه لما دخل اهل الجنه الجنه وكان عم يسخرون، قال تعالى: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. شوف الايه، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني الله عز وجل، هل هؤلاء الذين ظلموا هؤلاء، يعني انت لازم يكون عندك يقين انه مهما شفت الباطل معربد لا ما تستطيع تحكي، انت معذور اسكت لا تحكي. بس اياك واحد ظالم وهذا مظلوم تقول له ايه لا انت غلطان، لك يا اخي ما بتقدر تحكي اسكت. لانه للاسف يعني كم وكم وكم راينا في عنا، القران الكريم اخبرنا عن قصص كثيره. في سورة الشعراء شيء اسمه أصحاب الظلة، هذول كانوا شغلتهم يظلموا ويسرقوا بالميزان، لا الآن شوف بالبيع بالشراء بالتجارة. للأسف كثير من الناس يعني بيفرح بيقول لك أنا هذا بعته السيارة واشتراها ودفعها، بيروح مسكين هذا فحصه طلع بعد شوي فحص أدق خربان الموتور والجير وكذا، يقول له إيه أنت فحصته؟ يعني يا أخي هذا حرام ما دخلني، خلاص وقع البيع. شنو وقع البيع؟ يعني قصص تصدر للأسف من الناس. هي أنا عم بحكي مثال مو من عندي، قبل حوالي 10 أيام واحد اشترى سيارة من واحد، للأسف قال له أنا حافظ قرآن، طلعت السيارة دخل حط رقم على النت وشاف أنه جاي من أمريكا مساوي كذا حادث وهو وكذب وكذب وكذب. قال لي طب يعني أنا كيف الناس بدها تدخل الجنة وكيف؟ المهم نعيد أسباب النجاة يا طارق حتى نختم، حتى اليوم أنا طولت عليكم. أول وحدة شو هي؟ توحيد الله عز وجل. قلنا التوحيد مو بس باللسان، أنه النبي عشر سنين كانوا يشربون خمر بالكعبة، 10 سنين النبي في مكة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن شو معناته؟ انه بده يثبت الايمان بقلبهم صلى الله عليه وسلم. اول وحده التوحيد، ثانيا الاخلاص، اذا اردت الخلاص فعليك بالاخلاص، انه تجعل اعمالك كلها لله عز وجل. ثالثا الايمان الصادق، مو حي الله ايمان. والدليل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طيب رابعا قول الحق. الدليل شو الآية الدليل فيها؟ لا الآية، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو الله قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، هذا الدليل، أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنك تقول الحق، طب ما تستطيع أن تقول حق لا تصفق للباطل. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اجعلنا من أهل النجاة
وحبب إلينا القرآن وأهله، وحبب إلينا الإسلام وأهله، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. يا رب يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وأذق قلوبنا لذيذ مناجاتك. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر أعيننا من محبتك، أقرر أعيننا من طاعتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في هذا العشر، وأعنا على ختم القرآن وعلى الصيام وفعل الخيرات برحمتك يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. واكتبنا مع من يطوفون حول الكعبة، واكتب لنا حج بيتك العتيق مع الصحة والعافية والقبول وصحبة عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب